بسم الله. دلوقتي لو انا عايز اعدل اسامي الملفات اللي موجوده في المشروع، لو انا جيت على ملف دوت مثلا وعايز اعدله، فقدام حل من الاثنين: لما اعدله من اوتوكاد تمام ودي الطريقه الصحيحه، او ان انا اروح على الويندوز واعدل. لو انا عدلت من هنا هو في الاوتوكاد شايفها، يعني انا لو جيت هنا وعدلت وخليتها بدل الرقم دوت، قلت له انا عايز اعمل رينيم وعدلتها مثلا بدل واحد دي خليتها ثلاثة وقلت له اوكي، فانت هتروح على الويندوز هتلاقي بقى اسمها ثلاثة اوتوماتيك. فلو جيت تفتح الملف ده هيتفتح معاك بدون اي مشاكل خالص، سواء فتحته من الويندوز او فتحته من هنا مفيش اي مشكلة خالص تمام. بس لو انت جيت هنا في قلب الويندوز وعدلت الرقم ده مثلا لاربعة، مش هتعدل فيه الاوتوكاد، وبالتالي لما تيجي تفتحه هيقولك انا مش لاقي الملف دوت تمام. فالحل لو انت عايز تغير اسامي الملفات الموجودة في المشروع لازم تعدلها من البروجكت مانجر مش من الويندوز.